على مدار الست سنين قابلنا نماذج كتير مختلفة ومتميزة. الهدف التاني بس عيلة عبد المنعم كانت ليها بصمة مختلفة. حبنا للعباقرة ابتدى من أول ما شفنا البرنامج في الموسم الأول من أول حلقة تقريباً، وتابعنا البرنامج وكان بنعيش الحالة ديت في البيت، إن احنا بنقعد مع بعض ونتابع البرنامج وبنسأل بعض وبنسابق بعض مين يحل أكتر. فالحب ده تطور لما أولادي كبروا وبقى سنهم مناسب إن هم يجوا يشاركوا في البرنامج، وهم كانوا حابين ده وكانوا بيجتهدوا، فأنا حبيت أكافئهم على تفوقهم في الدراسة في إن أنا أحقق لهم حلمهم، طبعا بمساعدة والدتهم اللي هي الفضل الكبير، هي اللي بذلت مجهود عظيم معهم عشان نقدر إن شاء الله نوصل لحد هنا ونشترك في العباقرة. عن طريق رسالة غريبة ووعد قدرت عائلة عبد المنعم إنها تشارك في برنامج العباقرة. كنا منبهرين بالعائلات اللي موجودة لمستواهم العلمي، لأن مستوى العلم بتاعنا فوق المتوسط، فده كان مخلينا عندنا إحساس بالخوف والقلق إن إحنا ممكن السي في بتاعنا يترفض. خوفنا من إن السي في بتاعنا يترفض خلاني بعت رسالة موجهة للأستاذ عصام يوسف، قلت له فيها إن أنتوا إن شاء الله لو قابلتونا في إن إحنا هنقدم لكم حالة تفخروا بيها في برنامج العباقرة. فريق العمل تقدم مشكورا واتصل بينا وقال لنا ان انتوا اتقابلتوا في التصفيات. طبعا كانت فرحة عارمة وما كناش مصدقين نفسنا. انا فاكر اول ما قدمته وشفت السيفيهات ورجعت شفت ان الاستاذ مصطفى ما قدرش او الظروف منعته من ان هو يكمل تعليمه. فكرة إن الإنسان ساب تعليمه أو في ناس بتعتبرها مثلا إن هو ده فشل منه أو حاجة نقيصة يعني في حقه. لا لا لا، استنى، احنا نعرف ناس وأسماء عظيمة ما كملتش تعليمها. عباس محمود العقاد معاه شهادة الابتدائية، مصطفى صادق الرفعي شهادة ابتدائية، جمال الغيطاني دبلوم صنايع، خيري شلبي شهادة من معهد المعلمين. اللي حصل إن انتوا قدرتوا تثقفوا نفسكم، صح؟ قدرتوا تطوروا من نفسكم على مدار السنين. عشان كده دي رسالة منكم لناس كتير، مش بس ان انتوا تشاركوا، ان انتوا تقدروا توصلوا للمباراة النهائية، مش بس كده كمان ان انتوا ترجعوا بكاس للفيوم لأول مرة. انا فخور بيكوا جدا جدا جدا، انتوا حكاية. الوصول للدرجة العلمية العالية مش بس هي المقياس لمستوى المعرفة، وعيلة عبد المنعم هي خير دليل على ده. بعد ما جينا في برنامج العباقرة كان عندنا مسؤولية ان احنا نظهر بأحسن صورة علشان نثبت للدنيا كلها ان التعليم مش مقتصر على الشهادات العالية، ممكن تشتغل على نفسك وتثبت لنفسك انك ممكن تكون قد المنافسة وقد التحدي، وان شاء الله نرجع الفيوم بكاس من كؤوس العباقرة للموسم الرابع. لما الأبناء تحس بدور الأهل وتعبهم عشانهم بتكون هي دي ثمرة العطاء اللي بيجنيها الأهل، وبتفرحهم وبتحسسهم إنهم أدوا الرسالة. أنا مبسوط جداً أنا وصلت نهاية برنامج العباقرة، وحاجة أنا ما كنتش متوقعها، وبشكر بابا وماما على المجهود اللي هم عملوه. كل ده ما كانش سهل، لكن الفضل الكبير كان لماما وبابا. ماما وبابا يعني حرفياً بيحفروا في الصخرة علشاننا، دايماً واقفين في ظهرنا وبيدعمونا. كأس العباقرة السنة دي وزي كل سنة راح للي يستحق اللقب بجدارة. كأس المركز الأول، الموسم الرابع عباقرة العائلات، ولأول مرة بيروح للمحافظة رقم 16، محافظة الفيوم وعيلة عبد المنعم. الحمد لله قدرنا نوفي وعدنا النهارده، كملنا في البرنامج لاخر المشوار، كسبنا كاس المركز الاول. في الحقيقه انا ما كنتش متوقعه خالص ان احنا نفوز بالمركز الاول، كان حلم بالنسبه لنا ان احنا نشارك في البرنامج، طموحنا كان اكبر من حلمنا، والحمد لله اشتغلنا على الطموح دوت، والحمد لله اخذنا المركز الاول في الموسم الرابع لبرنامج العباقره عائلات.